السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم عزيز، غنفورو في كسكاس وغنشرملو وندوزو المقادير. عندنا الحبة، ورقة سيدنا موسى، الزعترة، السلمية، صلصة الشوجر، عندنا الزيت النباتي، عندنا زيت العود، عندنا الخل ديال الحامض، كاين القزبر ومعدنوس وشويه الكرافس والحامض مرقد، عندنا اليازير معلقه مقرطه، عندنا سكينجبير معلقه، شويه الملحه، خرق ومعرق، وبزار والقزبر حبوب مطحون. ندوزو لنا دابا كيفاش كنفور الحوت. كندير الماء في البرمه وكندير الحامض والحبق، كنفرش تاني الحبق في الكسكاس، الزعتر، ورقة سيدنا موسى، تومة، يازير، تا هو كنفرشو الحوت، كندير أزايز بالأعشاب كيجي زوين. بسم الله. كندير ثاني من اليازير، ورقة سيدنا موسى، السلمية، الزعتر، التومة، أنا بغيت نشارك معكم كيفاش كندير الحوت، كيفاش كنفورو. أنا مفورة الحوت، هذا دابا فورتو، نوريك. ما كنسلقوش، لسلقت الحوت كيحيد لي هاد الحمريه مزيان تبقى فيه. كيكون طيب مزيان هانتوما، وهو الشكل ديالو فحال البلبه. دابا ما سلقتوش وحيدت ليه هاد الحمريه، خليتها فيه كتجي زوينه. ملي تديروه يطيب خليوه يطيب شي ساعة ونص، كيطيب مزيان باش يكون معاونكم في التقراد ويكون في الماكلة زوين. دابا راه بحال الزبدة، ها طيب مزيان، ها تبارك الله كيكون زوين. دوزو المقادير، صويا هي درتها، دابا ندير الزيت، ندير الزيت، شوية الملحة، خرق ومعرق، سكينجبير، صار الخل ديال الحامض معلقة كبيرة، زيت العود غنديرو في الحوت في الأزايز، نزيدو عليه الخل، صلصة، معلقة ديال اليازير مقرطاها، الحامض مرقد كنخليه هنايا، ما كنديروش في التشرميله، كنخليه تنسالي،
القزبر والمعدنوس وشويه الكرافس. ثم نفورها معاها، هي كاينه هنايا سمو. انا احتفظت على هاد ورقه سيدنا موسى والحامض والثوم اللي فاير معاه، حتى هو كنخليه هكا كنطيبو معاه. بسم الله. كاس ديال الماء ديال العنبه باش غنطيب الشرميله. صافي دابا غنشدو الشرميله. دابا كندير الشرميله كطيب، هذا الحامض مع طيب كنوقع عليه كيتماس زوين، الحامض مع الحوت كيجي زوين. الحوت هذا دابا بالعشوب، كنتمنى تجربوا يعجبكم ان شاء الله وتردوا عليا. الترميله ديالنا دابا بطاطس ونشم نخلطوها مع الحوت. دابا الترميله أزايز بالأعشاب، تبارك الله جا زوين، كنتمنى يعجبكم وديروا لايك بالصحة.